وصلنا لنهاية الحلقة. سنتعرف على الشاعر الذهبي وعلى النتائج ودرجات التي وضعتها لجنة التحكيم، لكن قبل ما نشوف النتائج أذكركم مشاهدينا الكرام الحلقة القادمة وهي الحلقة السابعة ستكون محطتنا القادمة في محافظتين من محافظات منطقة القصيم الجميلة الأسياح والنبهانية، مبدعيها من كل محافظة الشاعر فالح الفريدي والمنشد فهد الصقعبي من محافظة الأسياح، والشاعر نايف الحربي والمنشد متعب الرشيدي من محافظة النبهانية. طبعا الحلقة القادمة هي حلقة المرحلة أو مرحلة 24. الشعراء المشاركين في الحلقة القادمة هم علي الحصني، ممدوح الدعجاني، عجب السهلي، محمد المري، عبد الله العاطفي، حبيب الزراقي، نواف الرشيدي، وتركي أسبيعي. هذا فيما يتعلق بالحلقة السابعة. أما الآن أطلب من الشعراء تواجد في المسرح، الشعراء اللي تنافسوا اليوم، وسنتعرف على الشاعر الذهبي وأيضا على الدرجات. متوترين أكيد طبعا ولا عادي؟ من يتوقع منكم يكون الشاعر الذهبي؟ كلكم ذهبيين إن شاء الله. طيب نشوف النتائج الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، نتائج الشعراء والشاعر الذهبي اللي راح ينتقل مباشرة إلى المرحلة القادمة. جمال الفهري حصل على 45.25، سامي الهذلي حصل على 45.50، الشاعر عيد المرزوقي حصل على 45، الشاعر محسن القحطاني حصل على 44.50، الشاعر محمد الأكلبي حصل على 48، الشاعر محمد الشلوي حصل على 46.75، الشاعر مشعل العير حصل على 48.75، الشاعر نايف الثبيتي حصل على 47، الشاعر الذهبي في هذه الحلقة هو مشعل العير. ألف مبروك، ألف مبروك. تفضل إذا بتقول. اللهم لك الحمد والشكر، هذا من فضل الله عز وجل، والله يوفقنا وإياكم إن شاء الله. شكرا لكل الشعراء، طبعا ننتظر التصويت إن شاء الله لكم في الحلقة القادمة. إذا شكرا للحضور، شكرا لسعادة محافظ البداية الأستاذ عبد الرحمن السديس وأيضا صاحبك الكريم، نشكر لكم تواجدكم ووقتكم. أيضا نلتقي مشاهدينا في الحلقة القادمة في نفس الزمان والمكان، كونوا في الموعد، تصبحون على خير. أحلى المواعيد تجمعنا وتراث الأجداد منبعنا، خلك مع المتعة ومعنا بمسابقة شاعر المعنى. أحلى المواعيد تجمعنا وتراث الأجداد شاعر المعنى. أبيات شارك تمتعنا والحال تطلع.